الرحمن الرحيم. في كل سنة معكم إن شاء الله. الناس قال نشكروا الأسلاك الأمني. عمر ايوا 20 من الشهر هذا لازم تعاود ترجع ان شاء الله يا رب. ايوا وكيما فهموك الطب ما خرجش لي روحوا. فيما يخص الحالات اللي تمثلت للشفاء، كنا في بادية الامر كانت عندنا 13 حاله مؤكده بالمخبر، كانت خرجت وبرات، وكنا زدنا البارح ثلاثه في تنس البارح في الليل، زوج حالات مؤكده واحده سالبه، وزدنا اليوم ثاني خرجنا من مستشفى تاع سربات 11 حالة في أغلبيتهم حالات سالبة. بصح كي نقولوا حالة سالبة ماشي أنها مش مريضة، مريضة باسكو هذو دخلوا بالأشعة، الأشعة بينت المرضى تاعهم ودخلوا في الاستشفاء وقعدوا مدة من الزمان وخذوا العلاج تاعهم وبراو، وهذه هي بادية الخير. كاين حاجة أخرى ثانية اللي نتباشروا بها اليوم، كمنصة المخبر المرجعي تاع الكورونا بدا اليوم في العمل، جاونا جماعة من لانسي باستير باش يساعدونا في الديماراج في الابتداء، رانا بدينا اليوم، هذو كنا عندهم خرجنا دخلوا للمخبر راهم يخدموا، إن شاء الله بإذن الله المخبر هذا يكون عنده صدى جهوي، دونك تقريبا هذو الولايات اللي دايرين بنا كاع رايحين نتكفلوا بهم.